اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم هوم تولز في فيديو جديد اللي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويلقاكم في تمام الصحه والسلامه انتم كتشاهدوا دائما ما جديد عالم الادوات المنزليه الاجهزه الذكيه المنظمات الافكار والحيل اللي بلا شك غتساعدنا في ترتيب وتنظيم وتنظيف البيت، كذلك في استغلال المساحات الصغيره والضائعه خصوصا بالبيوت ذات المساحات الضيقه. فيديو اليوم كله افكار وافاده وحماس، فخليكم مع تتمة الفيديو الى الاخر. بعض الادوات والاجهزة اول مرة غنشاهدوها بهذا الفيديو، والبعض الاخر لربما شاهدناه في محلات تجارية وما عرفناش اش كيصلح او طريقة الاستخدام ديالو، فلهذا غنقدم واحد الريفيو مبسط اللي غنشوفو فيه وغنتعرفو على كل اداة على حدة او منتج كيفاش طريقة الاستخدام ديالو او التثبيت ديالو في المكان المناسب. وكذلك في هذا الفيديو غنتعرفوا على الطريقه او الطرق المتاحه لاقتناء هذه المشتريات، واش كاينه في البلدان ديالنا او لا في الصين فقط. فنبداو بهذا المقطع هذا ديال هذه الاداه هذه لتقطيع الخضر، كما كتشوفوا كتحتوي على مجموعه من السكاكين، فما علينا الا نغيروا السكين على حسب الحاجه ديالنا، فهي جد عمليه لانها كساعد لنا اشتغال في المطبخ. ندوزوا لهذا المقطع ديال هذه القطعه هذه ديال الثوم، كما كتشوفوا يعني بهذه الحركه البسيطه كنقطعوا الثوم بكل سهوله. ندوزوا لهذا المقطع هذا كذلك. بالنسبه للباستا كاين هذا الجهاز هذا اللي كذلك عنده بزاف ديال الريوسه، اللي كنبدلوهم على حسب الحاجه ديالنا ونقطعوا الباستا اللي حنايا يعني على حسب الذوق ديالنا. هنا عندنا هاد لي بوبيل هادو اللي صغار كيجيو على شكل سطل وعنده الغطايه ديالو والشكل ديالهم كذلك كيوت، نقدروا نستعملهم كذا استعمال سواء في المطبخ او لا الصالون كما كنشاهدوا في الفيديو. ندوزو نشوفوا الفكره ديال هذا الجهاز هذا. بالنسبه للاطعمه اللي كتكون مجمده فهو كيساعدنا بكل سهوله اننا نقدروا يعني ما تبقاش مجمده ونحيدو منها الثلج بكل سهوله كما كتشوفوا، قد كذلك قابل للغسل. هنا عندنا هذه الكراطه هذه كما كتشوفوا كنتحكموا في الطول ديالها وكتشوفوا كنجمعوا بها الماء يعني نقدروا نمسحوا بها الارضيه وكذلك الاماكن العاليه. هنا عندنا هذا المنظم بالنسبه نقدروا نستعملوا كذا استعمال سواء غرفة النوم او لا في الدخله هكا ديال الباب اللي كيجي مع هذه السله ديالو اللي كيجي الشكل ديالو جميل جدا. هنا بالنسبه للصابون عندنا هذا الشكل هذا العشكه الورده كما كتشوفوا معايا وسهل في اللصق ديالو. هنا عندنا هذا الكيس هذا اللي كنقدروا هكا نحملو في الاكتاف باش نقدروا نشرو الحوايج او لا نجبدوهم من الشر، وكذلك نقدروا نثبتوهم في المكان المناسب ديالهم في الدولاب. كما كتشوفوا معايا هنا عندنا هذا الجهاز هذا ديال الطبخ اللي عنده مجموعه ديال الطبقات، كذلك هنا عندنا هذا المقطع هذا ديال هاد السلات هادو كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم كيوت بالنسبه خصوصا للاطفال، والالوان ديالهم كذلك وكيتحتوي على جرير او الرويد، فهكا كنقدروا نتحكموا فيهم ونغيروهم من مكان لاخر ونقدروا نستعملوهم في المطبخ في الصالون بالنسبه للاطفال للالعاب او للكتب. هنا عندنا هاد السله هذه ولهاد الشبكه نقدروا نتحكموا في الحجم ديالها، كذلك بالنسبه للغسل بعض الخضر والفواكه وكذلك الاواني نقدروا نثبتوها بكل سهوله في البوطاجي. هنا عندنا هاد الشكل هذا كما كتشوفوا ديال هاد الشبكه كيجي على شكل قلب، كيجي في الوان مختلفه واشكال كذلك نقدروا نستعملوها كذا استعمال. هاد المقطع هذا عندنا هاد السينت هذه عجبتني الفكره ديالها بزاف، نقدروا نثبتوها كديكور وكذلك نقدروا نسدو بها بعض العيوب اللي كتكون عندنا في لافابو ولا في الحمام كما كتشوفوا تحت الحوض الى غير ذلك. بالنسبه للارجل ديال الكراسي عندنا هاد التويشيات هادو ديال السيليكون نقدروا نثبتوهم هكا كنتفاداو يعني هاد الجروحات اللي كتوقع في الارضيه ديالنا. كذلك عندنا هاد التويشيات هادو كما كتشوفوا اللي نقدروا نستعملهم على شكل علاقه. في هاد المقطع عندنا هاد الكاس هذا ديال العصير اللي كذلك جد عملي خصوصا الناس اللي يعني يقدر تحملوا معاها برا البيت، فكما كتشوفوا معايا ادوات واجهزه البعض منها ضروري يعني كنحتاجوه خصوصا سواء ربة البيت او المراه العامله، فهو كيساعد على الحياه اليوميه وكذلك نستعملهم خارج المنزل. شوفوا هذا المقطع هذا اللي هو عباره عن مقشر وفي نفس الوقت قطاعه كما كتشوفوا معايا السيده كيفاش استعملته بكل سهوله في تقشير هذه التفاحه هذه وتقطيعها كذلك. هنا عندنا شكل اخر ديال بوبيل اللي كيجي على شكل سله وكيجي اشكال ديالو دائريه مستطيله مختلفه. بالنسبه للخضار والفواكه اولا محل التحليات اللي كنكون عندنا في الطاوله عندنا هاد الشبكه هذه اللي نقدروا نستعملوا كذا استعمال، وكيجي عندنا هذا المكان ديال التحت باش نقدروا هاد الارجل نقدروا نوقفوا عليه وكذلك نصفيه. هنا عندنا هاد
مجموعه ديال الاطقم بالنسبه للصحون كذلك نقدروا نحتاجهم خصوصا في هذا الشهر المبارك اللي على شكل زليف. هنا عندنا شكل اخر ديال حاملات ديال الصابون اللي كيجيو على شكل مجر، كيجيو مسدودين وعندهم هاد الجهاز لتحت اللي كيتقطر فيه الماء ونقدروا نستعملوهم بكل سهوله. هنا عندنا هاد الشكل ديال هاد الزليف اللي كيجي في الوان مختلفه كذلك الشكل ديالو زوين. هنا عندنا مجموعه ديال الافريشه كما كتشوفوا الالوان ديالها خصوصا بالنسبه احنا داخلين على فصل الربيع. كذلك هاد المنظف بالنسبه للتوابل ولا الصلصات فكنتفادوا الكركبه اللي كتكون عندنا فوق البوطاجي، وعندو الرويد نقدروا نتحكموا فيه يعني ونبدلو من مكان لاخر بكل سهوله. هنا بالنسبه الكتب وكذلك ديال الاطفال او الكتب ديال الكبار عندنا هاد الاغلفه اللي كتجي جاهزه وسهله الاستعمال. هنا عندنا هاد الحصاله هذه ديال النقود كما كتشوفوا الشكل ديالها كيوت بزاف. المهم هاد الادوات والاجهزه كما كتشوفوا في اي فيديو كنقدمو فهي كتجي الحجم ديالها صغير وهذا بيت المقصود باش هكا كنستغلوا المساحات الصغيره والضائعه اللي عندنا في البيت، وكذلك اثناء التخزين ديالها اما كيكون الحجم ديالها صغير اولا كتكون قابله للطي، وكذلك ما كتحتاجوش واحد التجربه كبيره باش نثبتوها في المكان الصحيح ديالها لان كتجي جاهزه بالملصقات كما كتشوفوا مثلا على هذا الملصق اللي كنشوفوا اللي كيساعدنا في بزاف ديال الحاجات كما كتشوفوا بالنسبه خصوصا للدولاب اولا البلاكار ديال الكوزينه الى غير ذلك. هنا عندنا هاد المنظم بالنسبه للتوابل نقدروا هكا ننظموا به المجار ديالنا ولا كذلك نقدروا نحتاجوه. الثلاجه وكيجي بهذا الغطاء ديالو يعني سته الشبيكات عندهم غطاء ديالهم والشكل ديالهم كيوت بزاف. هنا عندنا هاد السطل هاد البوبيل هادي اللي قابله للطي كما كتشوفوا كتفتح ونقدروا نثبتوها غير في البلاكار اثناء يعني تحضير الطعام بكل سهوله كيفاش كتطوى. فادوات والاجهزه اللي اغلبها كنحتاجوها في البيت وكتساعدنا كذلك في استغلال الوقت واستثماره في اغراض اخرى. دابا غنكلمكم على الطريقه ولا الطرق اللي نقدروا نحصلوا مع هذه الادوات والاجهزه. فهي طرق سهله يعني ومتاحه، فعندنا الاسواق العاديه اللي كل شيء موجود فيها، بعض المنظمات ما كتعداش 10 ولا 20 درهم يعني متوفره بكثره. كذلك عندنا المتاجر الكبرى مثل كارفور، مرجان، ايكيا، بريمارك وغيرها من المحلات التجاريه. فلا بغينا شي حاجه غنقلبوا مزيان واكيد غادي نلقاوها خصوصا تبعوا المجلات الاسبوعيه ولا الشهريه اللي كتكون عند هاد المحلات التجاريه. هنا عندنا هاد الشيته هذه اللي كما كتشوفوا هي مع شحال من شيته في وحده يعني عمليه بزاف. هنا بالنسبه للتنظيم ديال التوابل نتعرفوا على هاد الشكل هذا ديال هاد الكاس اللي كيجي بالملعقه ديالها وكنقدروا نتحكموا في الطول ديالها. هنا كذلك منظمات بالنسبه للفراشط والماس الى غير ذلك، فالشكل ديالها كذلك وكتجي في الوان مختلفه وكتساعدنا. وعندها هاد القطاره اللي كتكون لتحت. هنا عندنا السطل المستطيل اللي قابل للطي كذلك نقدروا نستعملوه كذا استعمال بالنسبه لتنظيف الارضيه بزاف ديال الاغراض. كذلك غنذكركم بالطريقه الثانيه اللي ممكن نحصلوا بها على الادوات والاجهزه، فهي عباره عن صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك ولا التليجرام. ندخلوا للصفحه ديالنا بالحساب ديالنا ونكتبوا ادوات منزليه ولا نكتبوا مباشره اسم المنتوج اللي حنا في حاجه ليه، ومباشره هاد الصفحه كتعرض علينا مجموعه ديال الادوات والاجهزه كنتواصلوا معاهم وكيشرحوا لنا الطريقه ديال الدفع والتوصيل الى اخره. من طريقه التوصيل فهي غالبا كتكون بثمن مناسب لان هاد الصفحات كيشريو بالجمله. اما الطريقه الثالثه فهي خاصه بالناس اللي ما عندهمش الوقت باش يبقاو يتنقلوا من محل لاخر قصد التسوق، اولا اللي عندهم بغى يحصلوا على ادوات واجهزه اللي كتكون حصريه يعني كاينه غير في الصين فقط، فمعلوم الا بتطبيقات اونلاين مثل تطبيق الي بابا اللي هو خاص بالجمله يعني بالناس اللي كيبيعوا ويشريوا عندهم محلات. كذلك عندنا تطبيقات الي اكسبريس، امازون، اوشين كذلك اللي مؤخرا ولات كتشتغل هذه المنتوجات هذه. فمعينا الا نزلوا التطبيق بالجهاز ديالنا غتلبوا لنا واحد المعلومات بسيطه مثل الاسم والعنوان غنكتبوهم ونبداو بعمليه البحث نكتبوا الجهاز اولا المنظم اللي حنا في حاجه ليه، ومباشره الموقع ولا التطبيق كيعرض علينا المعلومات الخاصه بهذا المنتج مثل اللون، الوزن، ماده الصنع الى اخره، طريقه الدفع والتوصيل. اما طريقه الدفع فهي كتكون يعني لحظه الشراء كنخلصوا بلاكارت ديال الفيزا يعني البطاقه البنكيه، فما نخافوش على المعلومات الشخصيه ديالنا البنكيه فهي في امان.
كذلك ما نساوش ميزه ديال اسبوع ديال التجربه ديال هذا المنتج هذا، فلعجبنا معجبناش بغينا نغيروه او حتى نرجعوه، دائما نحترموا القانون ديال الموقع اللي حنايا تسوقنا منه، وبكل سهوله نقدروا نسوقوا منهم. وما نساوش كاينه تخفيضات كبرى خصوصا نهايه الاسبوع، ومباشره التطبيق ملي كندخلوا ليه كيبقى يعرض علينا يوميا رسائل نصيه كتخبرنا بالتخفيضات اللي كاينه عنده كل يوم. هادو هما ثلاثه الطرق اللي بغيت نذكركم بهم، فلا بغيتو شي حاجه كلشي موجود كلشي متوفر في الاسواق، وإلا بغينا شي حاجه حصريه فما علينا الا بتطبيقات كما ذكرتكم قبل. هنايا كنشوفوا هذا المقطع هذا، هاد المنظمات بالنسبه للحمام كذلك نقدروا نستعملوهم حتى في المطبخ، نعلقوا فيهم هكا شيته ديال السنان ولا سينيال. هنا عندنا هاد العلاقه اللي كيجي الشكل ديالها هكا ديال الفولاد، كتجي تعلق في الباب ونقدروا نستعملوها سواء في الباب او لا في الحمام. فهي ادوات اجهزه، البعض منها خاص بالبيت، البعض الاخر خاص بالتنظيم والترتيب والتنظيف، والبعض الاخر خاص بالاطفال. مثلا في هذا المقطع هذا بالنسبه لهذا الكرسي هذا كيجي في شكيلات ولوينات، وهذه الرسومات اللي كتجي كيوت بطبيعه الحال. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، واللي مازال ما اشترك في القناه يشرفني باشتراك، وما تنسونيش من لايك. لقوني فيديو قادم، السلام عليكم.